بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أبو زيد عبد الستار، إمام مسجد الإصلاح بلدية الشريعة، تحضير لشهر رمضان المبارك من سنة 1445. نظم مسجد الإصلاح مسابقة رواية القرآن الكريم في طبعتها الثانية، حيث هذه المسابقة خاصة بحفظ القرآن لطلبة مساجد مدينة الشريعة، فيها عدة فئات، فئة حفظ 60 حزب و40 حزب، والفئة الثالثة 25 حزب، الفئة الرابعة فيها 15 حزبا، والفئة الخامسة فيها 5 أحزاب، وصغار الحفظة فيها 3 أحزاب. وخصصت مبالغ خاصة، الجائزة الأولى 40 مليون، يعني لأول مرة في مدينة الشريعة تكون جوائز بهذه القيمة لحفظ القرآن الكريم. ونشكر السيد المحسن الذي قدم والذي سيقدم هذه الجوائز، قدم العام الماضي مبالغ مالية محترمة، والسنة المبالغ كانت أكثر، وهذا تشجيع لحفظ القرآن الكريم. إن شاء الله تتواصل هذه العملية، وإن شاء الله نستقبل عدد أكبر من الحفظة، وهذا تشجيع لأبنائنا ليلتفوا حول القرآن، لأن القرآن هو داء القلوب وداء الأبدان. فنسأل الله عز وجل التوفيق لأبنائنا ولسكان مدينة الشريعة، وإن شاء الله نتمنى أنه نكون من صيام رمضان ومن قيامه بهذا السنة يا رب العالمين. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.